السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إني أشرف بالجلوس بين أيديكم والتحدث إليكم، وما دفعني إلى هذا إلا حبي لكم، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من المتحابين بجلاله، فيظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأشكر أهل هذه البلاد وعلى رأسهم مليكهم وهذا الشعب الطيب المعطاء على هذه الدعوة الطيبة المباركة، وكم أنا سعيد بالجلوس بين أيديكم، ولعل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. إن الموضوع الذي اختاره إخوانكم أن يدور حديثنا حوله هو موضوع الأسرة. وموضوع الأسرة كما لا يخفى عليكم ذو شجون، وسنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة عن الزواج، والليلة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الطلاق وأحكامه. أما الزواج فهو نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، بل جعله آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل بين لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل الله تبارك وتعالى الزواج آية من آياته سبحانه وتعالى، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج. وذكر ربنا تبارك وتعالى أنه سنة الأولين من المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالزواج هو سنة المرسلين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر به. بل لما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس، فأخبروا، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: إني أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: إني أصلي ولا أنام، وقال الثالث: وإني أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فلا أعتزلهن، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين أن هذا الزواج، أن هذه النعمة العظيمة من الله تبارك وتعالى هي السنة،
سنها الله تبارك وتعالى للمرسلين، وسنها لأمته، وجعلها آية من آياته سبحانه وتعالى. وأمر الله تبارك وتعالى الرجل أن ينكح عبيده وإماءه إذا طلبوا الزواج، وأن يزوج أولاده، وأمر الشاب إذا استطاع النكاح أن يتقدم له وقدم بين يدي الزواج ما يسمى بالخطبة، أن يتقدم الرجل إلى خطبة المرأة وأن ينظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إليها فليفعل، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. والقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فرؤية المخطوبة مستحبة، يراه ويراها. وبناء عليه بيّن أهل العلم أن النظر إلى النساء على أحكام، لأن الأصل أن الرجل لا ينظر إلى المرأة، كما قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالأصل غض البصر، ولكن أجازه الله جل وعلا في النظر إلى المخطوبة، أن ينظر إليها وتنظر إليه. ومن هذا فصل أهل العلم الأحكام في هذه المسألة، أي النظر. فالأصل في النظر إلى المرأة أنه محرم، وأن الرجل يجب عليه أن يغض بصره. وأباحه الشرع في أمور، منها أن ينظر الرجل إلى المرأة في العلاج، إذا كان طبيباً ينظر إلى ما يحتاج إلى النظر إليه، في البيع والشراء إذا احتاج إلى ذلك، في الشهادة يراها القاضي إذا احتاج إلى ذلك، وكذلك المخطوبة ينظر إليها إذا احتاج إلى ذلك. واختلف أهل العلم ما الذي ينظر إليه منها، ما الذي يباح له أن يراه منها. فذهب الأكثر إلى أنه ينظر إلى وجهها وكفيها وعنقها وجسدها بشكل عام، يعني وهي واقفة وهي تمشي. وتوسع بعض أهل العلم فقال له أن ينظر إلى شعرها، وأن ينظر إلى ساعدها وساقها كما ينظر إليها إخوانها. ثم النظر إلى من هي دون سبع، فهذا مباح لأنها ليست لها عورة. وكذلك النظر إلى القواعد من النساء، يجوز لها أن تكشف عن وجهها أو شعرها أو ساعدها لكونها كبيرة في السن من القواعد التي لا يرجون نكاحا. وكذلك النظر، نظر المرأة إلى المرأة والرجل إلى الرجل، وهذا مثل نظر المحارم تماما، تنظر إلى رقبتها، شعرها، وجهها، ساعديها، ساقيها، وكذا محارمها كأبيها وأخيها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها. ثم النظر بين الزوجين، وهذا ينظر إلى كل جسدها وتنظر إلى كل جسده. وموضوعنا هو نظر الخاطب إلى خطيبته، فإلى ماذا ينظر؟ ذكرنا الخلاف في هذه المسألة. فإذا نظر إليها ثم أعجبته فإنه يتقدم إلى خطبتها، فإذا وافق أهله على خطبتها وتقدم إليها يشترط رضاها ورضا وليها ورضا الزوج، فلا ينعقد النكاح إلا برضا هؤلاء الثلاثة: أن يرضى الزوج إذا كان مكلفاً،
وترضى الزوجة كذلك إذا كانت مكلفة، ويرضى وليها. والولي كما رتبهم أهل العلم أبوة بنوة أخوة عمومة، هذا هو وليها، الأب ثم الجد وجد الجد، الجد لأب وليس الجد لأم، ثم الابن إذا كان عندها أبناء بالغين وابن الابن وهكذا. وبعض أهل العلم يقدم الابن على الأب، يرى أن الابن مقدم على الأب. لو كانت امرأة عندها ابن له 18 سنة أو 17 سنة فإنه هو وليها وليس أبوها، وإنما وليها ابنها. فيقولون بنوة أبوة. ثم الأخ الشقيق، ولا يضر أي أخ فيهم، المهم أنهم كلهم، ليس ضرورة أن يكون الأخ الأكبر، المهم أخ شقيق عاقل بالغ طبعا مسلم، فيزوجه أخوه الشقيق إذا لم يكن ثمة أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن. ثم يأتي الأخ لأب، ثم يأتي ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، والأخ لأم ليس وليا أبدا. ثم يأتي العم الشقيق، ثم يأتي العم لأب، ثم يأتي ابن العم الشقيق وابن العم لأب، وهكذا. ولا يجوز أن يزوجها من هو دون قبل الذي هو أعلى. لو زوجها عمها وأخوها موجود لا يصح، لأنه افتأت عليه، وهذا حق، وهو ليس بولي أصلا طالما أن الأخ موجود. فإذا لم يكن ثمة أحد من هؤلاء زوجها الحاكم، والحاكم في كلام أهل العلم هو القاضي، يزوجها القاضي أو من يكلفه القاضي بالتزويج، وهو من يعقد الزواج الآن مثلا، يكون هو وليا لها. ولكن لا يكون الولي قبل الذي قبله، يعني لا يزوجها الحاكم مع وجود العم، ولا يزوجها العم مع وجود الأخ، ولا يزوجها الأخ مع وجود الأب، ولا يزوجها الأب مع وجود الابن، وهكذا. فالقصد أنه لا يزوجها إلا وليها هو الذي يزوجها، ولا بد من رضاه، ولا بد من رضاها هي أن ترضى المرأة. وقد زوج رجل ابنته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث عائشة، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فكأنها تقول: فماذا ترى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرك لك، إن شئت أمضيته وإن شئت فسخته. يعني نفسخ النكاح إذا كنت لا تريدين، وإن أمضيته نمضيه. قالت: بل نمضيه يا رسول الله، ولكن أحببت أن يعلم النساء أن لهن في الأمر شيئا، حق، أن للنساء حقا في هذا، لا تزوج دون رضاها. فلا بد أن يقبل قول المرأة في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوجوا الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. لا تزوجوا الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. الثيب هي التي تزوجت بعقد صحيح ودخل عليها، هذه ثيب. هذه الثيب تستأمر، يعني يطلب أمرها ولا يكفي سكوتها، لأن حياءها ليس كحياء البكر، فيقال لها: أعربي عن رأيك، قولي ما هو رأيك، موافقة أو غير موافقة، سكوتها لا يكفي لأنها ثيب. أما البكر فلغلبة الحياء عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والثيب إذنها صماتها، أي سكوتها، إذا سكتت يعني راضية فتتزوج. يقول شيخ الإسلام تيمية: تزويج المرأة بغير رضاها لا يوافقه عقل ولا دين. تزويج المرأة بغير رضاها لا يوافقه عقل ولا دين. فإن الشريعة منعت الأب من أن
يفرض عليها بيعا أو شراء أو طعاما أو شرابا أو ملبسا، فكيف بالزواج؟ وكيف يكون زواج بدون رضاها ثم يكون فيه مودة ورحمة؟ وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى أصلا للزواج، وجعل بينكم مودة ورحمة، فأي مودة وأي رحمة في زواج لم يكن برضاها؟ فلا بد أن ترضى المرأة حتى يكون الزواج فيه مودة ورحمة. فإذا قصد الإنسان إلى الزواج فعليه أن يعلم أنه لهذه المرأة حقه، ألا وهو الصداق. والصداق ليس من شروط النكاح ولا من أركانه، ولكنه حق واجب، يصح النكاح ولو لم يذكر الصداق، ولكن يكون لها الصداق، لكن لا يمنع عدم ذكر الصداق صحة النكاح. فشروط صحة النكاح خمسة كما ذكر أهل العلم، ألا وهي الرضا، رضا الزوج والزوجة والولي والشهود والولي، وعدم الموانع، ألا يكون هناك موانع بين الزوجين، كأن تكون مثلا بوذية وهو مسلم، أو مسلمة وهو كافر، أي نوع من أنواع الكفر. المسلم يجوز أن يتزوج النصرانية واليهودية، لكن النصراني لا يتزوج المسلمة. ألا تكون من محارمه أو أختا له في الرضاع أو غير ذلك من الأسباب. والشرط الخامس أن لا تكون موانع، حتى لو كانت محرمة مثلا أو هو محرم، هذه أيضا من الموانع. الأمر الأخير أن يعين الزوجان، من هو الزوج من هي الزوجة. فلا يجوز مثلا أن رجل له أربع بنات يقول زوجتك إحدى بناتي، ما يصلح. لا بد أن تحدد من هي هذه البنت، أو زوجت ابنتي فلانة لولدك وهو عنده أكثر من ولد، لا يصح. حتى يعين من هو الولد، من هو الابن، من هي البنت، من هو الزوج، من هي الزوجة. هذه شروط صحة النكاح. وأما أركانه فالزوجان والقبول والإيجاب، زوجتك قبلت. الصداق ليس من الأركان، ليس من الشروط، ولكنه حق واجب للمرأة. وكلما كان الصداق أيسر كلما كان أبرك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير صداقها وتيسير خطبتها وتيسير رحمها. تيسير الصداق، تيسير الخطبة، وتيسير الرحم يعني ولود. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من يمن المرأة، من يمنها. والصداق بابه مفتوح وليس مقيدا بشيء، ولكن كلما تيسر وسهل كلما كان أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير صداقها. وجاء الصداق في الإسلام على صور كثيرة، منها صداق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن صداقه لجميع نسائه 500 درهم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة كان صداق النبي 500 درهم لجميع نسائه صلوات ربي وسلامه عليه. وتزوج عبد الرحمن بن عوف على نواة من ذهب، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه أثر صفرة يعني تطيب، فقال له النبي ما لك، تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله، هذا أول الهجرة. قال وماذا أمهرتها؟ قال نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. وقد يكون الزواج أو الصداق في الزواج درعا، كما قدم علي رضي الله عنه لفاطمة، لما جاء يتقدم لفاطمة رضي الله عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تمهرها؟ ما المهر الذي ستقدمه لها؟ قال لا أملك شيئا يا رسول الله. قال أين درعك الحطمية؟ قال عندي. قال أمهرها إياها. فجعل مهر فاطمة رضي الله عنها درعا،
وقبل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، وقبلت فاطمة ذلك رضي الله عنها، وقبل علي ذلك رضي الله عنهم أجمعين. وقد يكون المهر أيسر من ذلك. جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، فامتنع صلى الله عليه وسلم. فأحد الصحابة الجالسين قال: يا رسول، إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أتزوجها. والنبي يعرف حاله، فقال له: وماذا تمهرها؟ ماذا عندك لتدفع لها مهرا؟ قال: ليس عندي شيء. قال: إلا هذا القميص. قال: فإذا أعطيتها قميصك فماذا يكون لك؟ قال: لا أدري يا رسول الله. قال: أمهرها ولو خاتما من حديد. خاتم حديد كم يسوى؟ ولا شيء. قال: أمهرها ولو خاتما من حديد صلى الله عليه وسلم. وجاء آخر يريد الزواج من امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك تمهرها؟ قال: لا شيء عندي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وسورة كذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز أخذ الأجر على القرآن، تعليم القرآن، يعني الذي تحفظه تحفظها إياه، هذه أجرة محفظ، هذا كان مهرا لتلك المرأة، أجرة محفظ قرآن. زوجتكها بما معك من القرآن. وجاء أيضا أن أم سليم لما تقدم لها أبو طلحة يريد الزواج منها وكان كافرا، فقالت: إن الإسلام قد حجب بيني وبينك، وإني لا أسألك مهرا إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مهري منك، أسلم أتزوجك. فأسلم فتزوجته، حتى قالوا إنها كانت من أبرك النساء مهرا، مهرها دخوله في الإسلام، فدخل في الإسلام وتزوجها رضي الله عنهما. فدين الله تبارك وتعالى، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، تدعو أتباعها إلى الدخول في هذا الدين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج أن يعطي زوجته حقها، وأمر الزوجة أن تعطي زوجها حقها، فجعل حقا على الزوج وحقا على الزوجة وحقا مشتركا عليهما معا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، فإنهن عوان عندكم أي أسيرات، فاستوصوا بهن خيرا، وإن لكم عليهن حقا، وإن لهن عليكم حقا، وإن من حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وإن من حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن وأن تنفقوا عليهن. فهذه حقوق للرجال والنساء، فالرجال لهم حق على نسائهن، والنساء لهن حق على رجالهن. فمن حق الرجل أن تطيعه بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، له عليها أن تطيعه بالمعروف، وأن تحسن إليه، وأن تحسن العشرة، وله عليها ولها عليه أن ينفق عليها، وأن يحسن معاملتها، وأن يعاشرها بالمعروف، وأن يوفر لها السكن اللائق، وأن يطعمها ويكسوها، هذا من حقها عليه. وهناك حق مشترك بين الزوجين، وهو الاحترام المتبادل والإحسان وكتم أسرار البيت لا تظهر،
والتغافل، وهذه سنة غفل عنها كثير من الناس اليوم، التغافل، أن يتغافل عن بعض أخطائها وأن تتغافل عن بعض أخطائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. كم في زوجتك من الحسنات فتحاسبها على خطأ أو خطأين، وكم فيك من الحسنات فتحاسبك على خطأ أو خطأين. فعلى الرجل أن يتغافل ويفوت، وعلى المرأة أن تتغافل وتفوت حتى يستمر هذا البيت. فمن منا ذاك الإنسان الكامل؟ ما ليس منا كامل. من ذا الذي ما ساء قط، أو من له الحسنى فقط؟ لا يوجد، كلنا نحسن ونسيء. فعلى الرجل أن يتغافل، وعلى المرأة أن تتغافل. كأنه ما رأى، كأنه ما سمع. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاوز. كلما قرأت قصة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل معها النبي صلوات ربي وسلامه، وكيف يتعامل الناس اليوم فيما لو وقع لهم مثل ما وقع لعائشة، أتعجب. وأنا منكم، كان النبي يوما في بيته صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه في بيت عائشة، فأهدت له إحدى زوجاته طعاما، فلما دخل الذي معه الطعام ويقول: يا رسول الله، هذا من فلانة. وعائشة تسمع، فخرجت من مكانها غضبت: كيف تهدي له وهو في بيتي وفي يومي؟ فأخذت الإناء فألقته بالأرض، كسرته بالطعام، رمته بالأرض من الغيرة. بالله عليكم، لو زوجة واحد منا فعلتها اليوم، ماذا يفعل بها؟ يعني الطيب اللي ما يسيء إليه قدام الناس أقل شيء يقول: طالق فضحتيني، الله لا يوفقك، ما هذا التصرف؟ هذا الطيب اللي طلق، اللي ما يضرب، اللي كذا، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم صلى الله عليه وسلم والتفت إلى أصحابه قال: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم التفت إلى عائشة قال: وعاء بوعاء وطعام بطعام. بس انتهى الأمر، يلا بردتي جبدك، قضى الأمر، خلاص. ترسلين لها وعاء بدل الوعاء اللي كسرتي، وترسلين لها طعام بدل الطعام الذي أتلفتي، وعاء بوعاء وإناء بإناء، انتهى الموضوع. تغافل عن غضبه صلى الله عليه وسلم، فوت الأمر كأنه يعني لم يقع أمر شديد، وهو ليس بشديد، لأن هذه غيرة في المرأة. تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا جيدا، وهو المربي صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا ينبغي لنا أن نتغافل. إن ما أجمل ما فعله أحد أتباع التابعين، جاءته امرأة تريد أن تسأله سؤالا، وهي تتكلم أخرجت صوتا من دبرها، فشعرت بإحراج ما قدرت تكمل، فقال لها: ما سمعت، ارفعي صوتك، أنا سمعي ثقيل. يقول: أنا سمعي ثقيل، ماذا قلتي؟ ما هو السؤال؟ أنا سمعي ثقيل، ما أسمع. فارتاحت، يعني ما سمع الصوت اللي طلع، فانسجمت وتكلمت بهدوء وكأن شيئا لم يكن. هذا التغافل الآن نحاول نتعامل به مع أزواجنا، وتحاول المرأة كذلك أن تتعامل معه مع زوجها. هذا أمر مهم جدا حتى تستقر البيوت وتستمر هذه البيوت. وحتى يختار المرأة
الصالحة وتختار المرأة رجل الصالح لابد أن ينظر في الأمور منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. يعني أن هذه عادة الناس في ذلك الزمان. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنسان إذا أراد أن يتزوج إما أن يبحث عن ذات جمال أو يبحث عن ذات مال أو يبحث عن ذات حسب أو يبحث عن ذات دين. هذا في الغالب أن المرأة تنكح لهذه الأمور. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. عليك بذات الدين، بصاحبة الدين تربت يداك. يقول: أي التصقت يدك بالتراب. وهذه كلمة حث كان يستخدمها العرب في كلامهم، مثل ثكلتك أمك، تربت يداك، حلق عقر، هذه كلمات يستخدمونها للحث على فعل الشيء. قال: فاظفر بذات الدين. والمرأة كذلك إذا تقدم لها الرجل تنظر لصاحب الدين وصاحب الخلق حتى تقبله. فإذا قصد الإنسان ذلك فعليه أن يستشير ابتداء، يبدأ بالاستشارة، يستشير أهل الرأي، يستشير إخوانه، يستشير أباه، يستشير أمه، يستشير أصدقائه، هل يقدم على مثل هذا الزواج أو لا. ثم يستخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك فإنك تعلم ولا وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وتقدر ولا أقدر. ثم يقول: اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه زواج من فلانة، خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كان شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فصرفني عنه وصرفه عني، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا يقوله رجل وتقوله المرأة. ثم يقدم بعد أن يكون قد درس الموضوع دراسة جيدة، يقدم ويتوكل على الله تبارك وتعالى. فإن يسر الله تبارك وتعالى تلك المرأة لك فاطمئن أنك استشرت واستخرت ودرست الأمر وتوكل على الله تبارك وتعالى. فإذا تم الزواج وعقد العقد فعلى الرجل أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه المرأة، أن يعاملها بالمعروف، أن يحسن إليها، أن يحترمها. والمرأة كذلك تعامله بالمعروف، تحسن إليه، تسمع كلامه وتعاشره بالمعروف، يتعاونان في هذه الدنيا. وليعلم كل واحد منا أنه لم يتزوج ملاكاً، ولتعلم المرأة أنها لن تتزوج ملاكا. والرجل إذا تزوج المرأة عليه أن يعلم أنه له أفكاره ولها أفكارها، له اهتماماته ولها اهتماماتها، لها تفكيرها. فلا يجوز أبدا أن يحاسبها أن تكون مثله، ولا هي تريد أن يكون الرجل مثلها، بل يتعاونان على طاعة الله تبارك وتعالى. ولا مانع أن يجعل لهما مثلا خطة في هذه الحياة، خطة دعوية مثلا في قراءة كتاب، في بناء مسجد، في رعاية أيتام، أي خير يتفقان عليه في هذه الدنيا، أن يرعى أهلها ويحترمهم، ترعى أهلها وتحترمهم، لا يمنعها من زيارة أهلها، لا تمنعهم من بر والدي. وذلك أن كثيرا من النساء تريد زوجها لها وتمنعه من بر والدته، وتقول: أنت زوجي، أريدك. إما تصرح بذلك أحيانا، وإما أن تتصرف به بصورة غير مباشرة، أو هو يمنعها من أهلها. وكثيرا ما أسمع بعض النساء أن زوجها يقول لها: ما تزورين أهلك إلا مرة بالشهر، وهو يزور أهله كل يوم. لا يجوز، لا يجوز. كما أن لك الحق أن تزور أهلك، هي أهلك فهي كذلك لها الحق أن تزور أهلها. فالقصد أن هذه البيوت
يجب أن تقوم على تقوى من الله سبحانه وتعالى، فنسعد بإقامته على تقوى من الله تبارك وتعالى، ولا نجعل يعني ترهات الأمور والأخطاء اليسيرة تفسد علينا حياتنا، بل علينا نتقي الله تبارك وتعالى في أزواجنا وفي أنفسنا، وأسأل الله تبارك وتعالى يمن علينا جميعا ببيوت طيبة مباركة مطيعة لله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.